السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب السماوية لهداية العالمين لطريق الحق، طريق الخير، طريق الإسلام. وأمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالدخول في السلم كافة، وألا يتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. وحذر المعاندين من الزلل في طرق الشيطان الخطرة الوعرة من بعد ما تبين لهم الحق وعرفوه. إن الله عزيز حكيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم فاعلموا أن الله عزيز حكيم. ماذا ينتظرون؟ فكلنا في يوم راحلون، إلى أرض المحشر مساقون. يا ويلي، هل هم مدركون؟ هل يفقهون ما هم عليه مقبلون؟ ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟ هل ينتظر هؤلاء المعاندون أن يأتي إليهم الله عز وجل في ظلل من الغمام والملائكة ليقضي القضاء العادل؟ هل ينتظرون ذلك المشهد الرهيب المهيب؟ فيروا السماء وقد انفطرت، والكواكب وقد انتثرت، والنجوم وقد بعثرت، والشمس وقد دنت واقتربت. نعم، في ذاك اليوم العظيم يأتي الله عز وجل ويجيء على الوجه اللائق به سبحانه. نؤمن بظاهر الآية الكريمة دون تأويل أو تفسير، فالله عز وجل يأتي وأنت تأتي، ولكن شتان، إتيانه ليس كإتيانك. والله حي وأنت حي، لكن شتان، حياته ليست كحياتك. ولماذا يأتي الله عز وجل في ظلل من الغمام؟ لأن الغمام غالبا مظنته الرحمة، فإذا جاء منه العذاب كان أفظع وأهول. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح والغيم عرف ذلك على وجهه، وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن ذلك، فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، وقضي الأمر ولله الأمر، يقضي فيهم بقضائه، فأثيب الطائع وعوقب العاصي، ولم يعد هناك فرصة للتوبة أو الندم أو الرجوع، وفرغ من الحساب، ووجب على المعاندين العذاب. ودخل أهل الجنة الجنة، ودخل أهل النار النار، وإلى الله ترجع الأمور. نعم، إليه وحده ترجع أمور جميع الخلائق، وأمور الدنيا والآخرة كلها مبدأها من عنده وإليه مصيرها. جزاكم الله خيرا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وإلى الله ترجع الأمور؟